مشاهدينا عدنا إليكم مجددا ونرحب بضيفتنا القاضي رؤى الذاكر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. كل عام أنت بخير كمان. وأنت بخير وكل النساء التشاديات وكل النساء في العالم بخير. الله يبارك فيك. الله يسلمك. الله يسلمك. رؤى طبعا أنت جاينا اليوم بموضوع مهم جدا. في كثير من الناس ما بيعرفوا إن لما واحد تحصل معايا مشكلة يمشي ويشيل محامي بدون ما يدفع تكاليف. فممكن أنت تكلمينا شنو الخطوات الممكن الواحد يمشي يتبعها عشان يكون عنده محامي في حال وقوع أي حادث؟ أول حاجة أشكر أسرة برنامج لاليكم وتيليكات على الاستضافة مرة ثانية. أما بالنسبة لضرورية المحامي هو ما ضروري في كل القضايا، بعض من القضايا مثلا القضايا الجنائية هي المحامي وجودها ضروري، أو قضايا الأحداث أي المنير هم المحامي، لكن بعد الأشياء الثانية ما هي المحامي وجوده ما ضروري. لكن بإمكانك أنت كمتهم لما يجيبوك أمام الضابط القضائية بإمكانك تقول أنا ما بتكلم لحد المحامي يجي. لحد المحامي يجي. أيوة. أو الضابط القضائية هو يقول لك بإمكانك أنت ما تحجي إلا محاميك يجي، أو يعني حتى يقول لك يعني مو هنا بس، يعني مو التحقيق الابتدائي، ممكن في أمام النيابة العامة، يمكن أمام قاضي التحقيق، ما تفتح خشمك إلا المحامي يجي. شنو القرب؟ لكن ما إلزامي في الجنح. شنو القرب من أنهم هم ما يخلوه يتكلم إلا في حضور المحامي؟ لا ده بطلبهم. بطلبه لا، ده خصوصا في القضايا ما الجنائية الجنحية، بعد القضايا الجنحية. أما في القضايا الجنائية وقضايا الأحداث هو ملزم. يلا بعد ذاك الدولة الإجراءات، كيف الدولة كونت مكتب اسمه مكتب العون القضائي. مكتب العون القضائي ده يتكون من رئيس المحكمة أو القاضي المفوض، فهمتي؟ ويكون من مندوب من وزارة المالية والميزانية، تجمعات الحقوقية، ده المكتب جهاز. أيوة. يعني فرضته في كل محكمة، فهمتي؟ تاني يتكون من اسمه شنو الأساسير اللي هم الممثلين التقليديين، والسكرتير هو المقرر العام. أيوة. الضابط اسمه شنو كاتب الضبط. أيوة. والمقرر العام. المكتب ده انت لو عاوز مساعدة قضائية طبعا في الجنايات، يلا انت لو اسمه شنو ميزانيتك ما تسمح او عندك ظرف معين، سواء ان كنت متهم او يعني او جاني حصلت معك اي مشكله، فهمت؟ حصلت معك اي مشكله، يلا انت بامكانك تطلب من المكتب مباشره. ده انت لو كنت في حاله الصراحه، يعني لو كنت برا السجن. اما اذا كنت في السجن انت بتكتب طلب، الطلب بتودي لي مدير السجن، مدير السجن يودي لي الجهاز اللي هو كونته الدوله. ايوه. وبما انه فيه المساعده الماليه فهو بيقدر شنو يوفر لك الميزانية اللي انت عاوزها وتشيل المحامي إلزامي في تلك القضايا. بالنسبة للجنايات هو بتتكلم عن المادة 57 و56، هي بتتكلم في المساعدة القضائية، ويمكن للمشاهد يرجع للمواد عشان يعرف أكثر. أما بالنسبة للأطفال هي المادة 71 من قانون الإجراءات الجنائية. المادة لا ما بالنسبة للأطفال أي الواحد المادة 71 من قانون الإجراءات الجنائية برضو بتتكلم في نفس الإطار. بعرف كان حصلت معنا مشكلة، ده كتير ما عارفة إن نحن نمشي نشيله أفوكا عشان حاملنا. أنت ممكن عندك خلف سؤال لرؤى حول الموضوع ده. alors bonjour madame la juge. nous sommes avec la juge Roya à Dakir et qui nous parle eh bien, de la procédure d'acquisition d'un avocat commis d'office. Alors, si vous pouvez, dans un français facile, nous expliquer déjà c'est quoi un avocat commis d'office, pour qu'on comprenne un peu. D'accord. Alors, ça peut être aussi en arabe, le cas. Tout plus léger pour qu'on comprenne. Quoi. Arabe, le cas. Voilà, exactement. احيانا انت مجرد ما انت تكون متهم وداخل في يعني مثلا قبضوك كربوك من اي مكان وجابوك، انت بامكانك انت عندك الحق ما نحجي
ما نفتح قدومي كامل الا تجيبوا لي محامي في ايا كان ان شاء الله يعني عندك الحق التام لكن ما الزامي فهمت؟ أيه. الالزامي في شنو؟ الا لو كنت يعني قتلت نادم او يعني حاجه كبيره او سرقت اموال دوله ولا كده ده انه الدوله تحكمه. يلا الدوله دي لما تفرض لك انك تجيب محامي وانت نادم ما عندك قرص هي تساعدك وهي تدفع للمحامي تجيب لك محامي وانت وهي تدفع للمحامي ده شيء واحد. الشيء الثاني بامكان القاضي ذاته يقرر لك محامي يقول لك المحامي فلان ده يدافع عنك لانه في قضايا واحده ده بلا محامي ما يقى هم ما قاعد يكوفهم هم الدوله تقفهم الدوله هي كونت جهاز الدوله كونت جهاز في كل محكمه محكمه الاستئناف ومحكمه الرجال كبرى في كل المحامي كون الجهاز عنده 5 أشخاص الخمسة أشخاص ذيل هم المسؤولين عنه وكونته عشان شروط ما أي زول يقول أنا ما عندي قرش خلاص تمشي الدولة أيوة ده موضوع مهم كيف يعرفوا أصلا هو نادم ده ما عنده فلوس ويدور محامي ممكن أنا نمشي عندي فلوس نقدر نشيل محامي لكن نمشي نقول لهم أنا ما عندي فلوس وندور محامي لا 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 الدولة كونت الجهاز ده ما أول بإمكان القاضي يقرر لك أي محامي وخلاص يحامي عنك لكن الدولة هي شافت يعني في بعض المساجين اللي هم قاعدين في مزندري ما عندهم إمكانية وبيقعدوا فترة من الزمن خلاص الدولة بتعمل ليست للمحاكمات بتاعتهم خلاص الليست ده انت عندك محامي انت ما عندك ما عندك محامي يكتب لمدير السجن بعد ذاك مدير السجن يرفع الملف للجهاز ده حتى يساعده اوكي والجهاز طبعا مكون من يعني جهاز يعني مكون من القاضي رئيس المحكمة مكون من التجمعات المدنية مكون من الأساسير يعني التغليدين طيب القاضي رؤى هل كل الحالات اللي حالتها ما تسمح انه هي مسموح لها انها هي تجيب محامي ولا في استثناءات كل الحالات الا في الجرائم الجنائيه الجرائم الجنائيه او جرائم القصر هم الاطفال اللي ما تموا السن القانونيه 18 سنه أيوه. فهمت ده ملزم انه المحامي يجي حتى لو ما عندك الدوله تتكفل إنها تجيب لك محامي وتكفيه من الميزانية لأنه موضوع الكتل ده موضوع كبير جدا كل الجرائم يعني حتى اختلاس الأموال كل الجرائم تتعلق بالجنايات واجب إنه يكون في محامي أما في جناح والأشياء زي دي يعني ما بالضرورة لك ممكن أنت تقول ما أنا حجي كامل إلا المحامي يجي طيب ليش من البداية أصلاً ما بينبوهم أو ينوهم إنه في محامين ممكن يشيلوهم لهم ويخلوهم يقعدوا فترة طويلة حتى بعدين هم لا ما هنا بيجي شنو بيجي الزول كان أنا عندي أنا عندي قرش كيف كما اللجنة دي اللجنة دي يعني تشترط إنه الإنسان ما يكون عنده حاجة يعني مالية يعني فهمت اللجنة دي هي مكونة عشان الأشياء زي عشان طيب كيف الناس بيعرفوا من خلال توعيات من خلال توجيهات معينة كيف الناس توصل لهم معلومة إنه في محامي بدون فلوس في حالة إنسان ما عنده استطاعة إنه يدفع لمحامي يلا ناس كتير ما عارفين الموضوع ده في كمية من الناس ما عارفين الموضوع ده فهمتي يعني ده أبسط حاجة الإنسان التشادي يفهم الموضوع ده يعني الليلة أنت عندك الحق إنك تدافع عن نفسك وعندك الحق إنك تطلب اللي يدافع لك بطريقة سهلة أول حاجة القانون ألزم الضابط القضائية يعني الشرطة أول حاجة ما بدك الشرطة الضابط القضائية يقول لك يوريك قبل ما يحجلك يوريك أنت بإمكانك ما تفك قدومك إلا كان محامي قاعد كان أنت عندك محامي فهمتي سي ويقول لي ما هنا بس كما جيت النيابة العامة كلها بإمكانك ما تفك قدومك إلا ما تحجي إلا الأبوك حقك إلا أبوك يجي كما جيت النيابة العامة كما جيت قاضي التحقيق يعني عندك الحق فهمت ده واحد من الحقوق اللي لازم يعرفها شنو الإنسان المتهم أيوة المتهم تاني بإمكانه يطلب أصلا بإمكانه يطلب محامي وفقا للإجراءات اللي ذكرتها طيب ربما عندك توصيات معينة للأشخاص اللي قد
احنا كلنا معرضين ان احنا نكون في موقع اتهام. الله ما يجيب القاسي يعني. فممكن عندك توصيات معينه، توجيهات معينه الناس ما بتعرف تاخذ بالها منها اذا قدر الله يعني. اوكي طيب، زي ما قلت ان احنا كلنا معرضين للخطر، والقتل ذاته فوق الظرف تخفيف، مثل هسه اسمها التقاط الحجي قتلناها في حوادث، اي الحوادث كذا، احيانا في حاجات كذا في عقوبات عشان انت تعمل حسابك لك يعني تاخذ حذر. فهمتي؟ يعني انا يعني حتى التوعيه، البرامج زي دي هي مهمه جدا حتى يعني الناس تعرف كيف تاخذ حقوقها بكل سلاسه. فهمت؟ حتى يعني المساجين من مفترض يكون في عندهم تلفزيون يشاهدوا البرامج دي عشان واحد يعرف حقوقه. فهمت؟ يعرف انه في جهه تدافع له، سواء ان كنت ظالم او مظلوم في جهه تدافع لك عن طريق معين، عن جهاز معين. فهمت؟ فلازم الانسان يكون ابسط الاشياء دي تكون عنده في راسه. فهمت؟ وربنا هم يجوا. رؤى دايرين ندوكي فرصه انك تهني النسوان، وربما عندك اليهم وصيه، العاملات الغير عاملات وكل النسوان بصفه عامه. والله نحن في جات هنا بالذات النسوان نحن اقوياء جدا صراحه. عيد مبارك عليكم، وكونوا اقوياء وشجعان، وانتم ماشيين لقدام، ونحن ما بنقف كونتر للرجال لانه هم يعني نحن الواحد بيكمل الثاني. نحن مكملين لبعض، يساعدونا، لكن هم ذات يساعدونا شويه ويقفوا جنبنا عشان نكملوا بعض ان شاء الله. ما شاء الله العوي، ناس تلقيهم يعني كلهم مشوا ووصلوا لمراتب كبيره. دي واليه ولايه انجمينا، دي فرصه ان نعرفكم مع بعض. هي دي قاضي رؤى، هي كلها قد تخدم فيها قوم ما شاء الله. فالنسوان اثبتوا نفسهم ما شاء الله، قاعدين يقدموا اشياء كثيره. Avocat commis d'office dans les films et tout, et là elle est venue nous en parler clairement. Et donc, on a beaucoup des avocats commis d'office au Tchad, à ce que j'ai compris. Et je pense que Madame la gouverneure a pris plaisir à écouter une femme juge, quand même. Je pense qu'on peut toujours se targuer d'avoir des femmes dans toute l'administration, y compris judiciaire. Oui, en fait, je disais tout à l'heure qu'il y a une évolution. Avant, on comptait le nombre de juges. Il y avait 3 ou 4, 5, 3, 4. Mais maintenant, il y a des petites sœurs qui ont franchi le cap jusqu'à ce qu'elles soient spécialisées. Ouais. Donc, vous voyez, c'est que l'impact est positif. Hein. Il faut qu'on sache que le gouvernement travaille. Le gouvernement vraiment a mis du paquet pour qu'aujourd'hui on arrive à ces niveaux-là. Il faut qu'on reconnaisse au moins. Il faut qu'on reconnaisse sur tous les plans, sur le plan sanitaire, sur le plan éducatif. Mais ce qui reste, on ne dit pas que tout est fini. Ouais, ouais. Non, c'est pas fini. Il y a du pain sur la planche. Hein. Oui, voilà. Il reste encore des choses à faire pour qu'on arrive à 95%, puisque les 5%, on laisse pour les imprévus. Ouais. Eh bien, on va y arriver, en fait. Et les avocats commis d'office, vous en avez entendu parler, vous connaissez, vous avez eu affaire avec un avocat commis d'office? Non, parce que j'ai pas eu de problème en tant que tel. Mais mes enfants sont des juges. Chez nous, c'est la famille Mazo, donc j'ai entendu parler. Ouais, j'ai entendu parler. Voilà, je vois une femme devant moi. Donc ouais. C'est vraiment un plaisir. Ça, c'est, je suis vraiment émerveillée. D'accord. Merci. لكن بارفين ادى كله انتم بس تقربوا له داي اكيد تساعدونا في اي شيء. انا ده ما علينا الا نجمع، ما عندكم مشكله ان توكا با دو بروبليم بو توت لا سيمين اون ا فوتر انتيير ديسبوزيسيون. شكرا لكم. ميرسي ا توت لي دو دت باسي. ميرسي مدام لا جوج. فوالا مدام رويا، سي سا رويا اداكير، فوالا كي فيني نو انترتينير اوتور دي بروسيدور d'acquisition d'un avocat commis d'office. Et bien sûr, notre invitée du jour, Madame la déléguée du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, la gouverneure Madame Amina Kodiana. Merci et très très bonne semaine, très bon mois. Merci une fois de plus. Merci beaucoup. Shukran, la suite de l'Alekou après cette courte pause.